الحدوته بتكمل وبنشوف عم كثور محبوس في قفص عند البتاع ده اللي اسمه سارتر قصدي، واللي هو اصلا عايز يدمر اسجارد. فسارتر بيقوم جاي يقول له ثور ابن اودن، يقوم جاي رد عليه ثور يقول له سارتر ابن وفي اثناء ما بيكلمه سارتر بيقول له ان اودن مش في اسجارد. الثواني يا جماعه محتاجين بس نفتكر ايه شويه احداث كده، وهي ان اودن احنا مش عارفين مكانه لحد الان، ولوكي متنكر في هيئه اودن، وهولك تاه على مركب في الفضاء وهولك تاه على مركب ومش عارفين مكانه لحد دلوقتي. نكمل بقى يا جدعان بقى اللي بيحصل. بتحصل ما بين ثور وسارتر معركه، وبيضرب الجنود بتاعه وبياخد التاج بتاع سارتر اللي هو مصدر قوته اساسا، وبيرجع لاسجارد وبيروح لاودن اللي هو لوكي ومتنكر اصلا، وبيلاقي قاعد في دلع بقى او انتخى بقى او حاجه عظمه كده، وبيعرف يخليه يظهر على هيئته الحقيقيه كلوكي، وبيقول له فين ابونا؟ ابونا فين يا ابن الناس؟ وايه اللي هعمل منك شاورمة مطارق محمره؟ ابونا فين يا؟ فلوكي بيروح مع ثور المكان اللي ساب فيه اودن واللي هو الدار مسنين بيتهد اصلا، وفجاه بنشوف فتحه اتفتحت في الارض كده واخدت لوكي وتساب ورقه فيها عنوان. ولما بيروح ثور بيلاقي دكتور سترينج، ولو مش عارفين مين دكتور سترينج فاحنا عملنا الملخص يعني روح اتفرج عليه. اتكلم معايا بقى تقول لي بقى انت كل ارت ولا روح اتفرج على ملخصات مش عارف ايه. يا عم ماشي انت المتفرج اهلا وسهلا بيك، تكمل تفضل الفيديو، في ناس ما اتفرجتش تروح بقى تتفرج ليه بقى ما تبقاش يلا نكمل. وبنشوف ان عمك سترينج اتطور جدا في السحر، وبيقول لثور ان هو عمل قائمه بالمخاطر اللي ممكن تتعمل على الارض واللي منهم لوكي. فبيقول له انت ليه جبت لوكي الارض؟ فثور بيقول له عشان بندور على الحاج اودن. فعمك سترينج بيقول له انا هقول لك اودن فين، بس تمشي انت واخوك ابن الوحشه ده من هنا، وبيجيب له لوكي وبيفتح لهم البوابه على المكان اللي فيه اودن، وبيلاقي اودن وبيكون حزين جدا، وبيحكي لهم عن ان رجن ركع تبدا واللي هي نهايه العالم في الاساطير الاسكندنافيه اللي هم اساسا واخدين منها ثور ولوكي والحاجات دي. المهم بيقول لهم ان هي نهايه العالم، وان ثور عنده اخته واللي هي اسمها هيلا واللي تبقى اله الموت استغفر الله العظيم يعني، وزمان هو ما قدرش يتحكم فيها فسجنها، ولما اودن بيموت فهي هتتحرر وترجع تاني وتحاول تحكم اسجارد. وبيقول لثور ولوكي ان هو بيحبهم وبيقول لهم ماي تايم هاز كام، وبيموت. وفعلا عمتك هيلا بتتحرر وبيتصدم، وانا بتصدم، واحمد بيتصدم، وكريم بيتصدم، والجمهور بيتصدم، كلنا طبعا بنصدم من قوه هيلا لدرجه ان ثور لما حدفها بالمطرقه بتاعته كسرتها. ده ايه العظمه دي؟ فبيقوم لوكي طالب البايفروست بسرعه، فبتطلع وراهم هيلا وبتضرب لوكي، فلوكي بيتحدف في الفضاء وبيخرج من البايفروست، وبيتحدف ثور برده في الفضاء، وبتكمل هيلا بقى على اسجارد تشق هي طريقها وبتقتل صحاب لوكي. وبنشوف حارس البوابه الجديد اللي لوكي عينه بدل هايمدل. اكملنا هايمدل بقى ايه مخلص 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 ازاي؟ اكملنا هايمدل المخلص بقى وكده، وبيكون جبان جدا فبيتعاون مع هيلا من خوفه منها. وفي نفس الوقت بيقع ثور في كوكب غريب كده مليان زباله، وبيطلع الكوكب اللي هو وقع فيه ده اسمه كوكب سكار، وبيتهجم عليه من السكان بتوع الكوكب وبيفتكروه اكل اساسا، ولكن بتيجي واحده وبتضربهم وبتخطف لوكي علشان تبيعه وتستفاد منه. والله يا جدعان ثور اتبهدل معانا. والبنت دي يبقى اسمها فالكري واللي من اسجارد اصلا، وزمان هي حاربت هيلا قبل ما تسيب اسجارد وتيجي كوكب سكار هي وكل الجيش بتاع الفالكريز، وبتكون عمتك هيلا في اسجارد وبتقتل كل الجيش لوحدها. بسم الله ما شاء الله عليك هيلا. وبنرجع لعمك ثور اللي بيتباع لواحد اسمه ذا جراند ماستر، وعنده زي ساحه قتال كده بيخلي الناس تتقاتل فيها وبيكسب منها حمد هلال. وبيشوف لوكي قاعد هناك بيهزر مع الناس والدنيا عادي جدا، واتاري لوكي وصل الاول هناك ولكن هو صاحب الجراند ماستر اللي هناك، وثور بيقول له ان ده اخويا، ولكن بيقول له والله انا عمري ما شفت الراجل ده في حياتي، انا مع امين ده انا ما اعرفوش. وبعدين الجراند ماستر بيقول له ان هو هيحرره لو هزم اقوى بطل عنده. وبنشوف هيلا في اسجارد واللي عملت نفسها جيش من الاموات، ومن ضمن الجيش ده بيبقى ذئب عملاق كده بتاعها، ده الذئب فنرير. وبنرجع لثور، واثناء ما ثور مستني يحارب المحارب القوي ده جدا بيتسحب على الكائنين دول انا مش فاهمهم ايه اصلا، وبعد كده بياخدوا ثور وبيحلقوا له شعره، وبتبدا المواجهه وبنتفاجئ بالبطل بتاع الجراند ماستر القوي ده واللي بيطلع هولك او النعمه، والمفروض ان هو بعد ما تف السفينه وقع على الكوكب ده. بتفهمش ايه اللي جاب السفينه للكوكب ده، ما علينا. وثور بيفرح ان هولك موجود واكيد هيساعده، ولكن هولك بيبدا يضربه وبيضربوا في بعض، وهولك بيكسب المواجهه بسبب ان الجراند ماستر اتدخل وكهرب لوكي. بسم الله ما شاء الله كهرب اله البرق يا ربنا. وبنشوف بعد المواجهه هولك بيتكلم مع ثور، وبنفهم ان هولك ثابت في جسم في بروس بانر وما اتحولش لبروس بانر بقاله مده طويله جدا. وبيكون هولك مش هولك ما فرقتش، وبيكون هولك مش عايز يرجع تاني علشان هو هنا بيتقدر على الكوكب ده وبيعتبروه بطل، ومش بس بيستخدموه كسلاح زي ما بيحصل معاه في الافنجرز. وبيتواصل ثور مع هايمدل اللي كان مستخبي طول فتره حكم لوكي، وبيشوف ثور حالة اسجارد دلوقتي واللي بقت تحت حكم هيلا، فبيهرب ثور بمركبه الطايره اللي وصل فيها هولك بعد احداث
فيلم افنجرز الثاني، فبيدخل وراه هولك عشان يجي معاه، ولكنه بيكسر المركبه، بسم الله ما شاء الله عليك، وبيدوس على الزرار بيفتح الرساله اللي كانت سايباها ناتاشا، فبيحزن جدا انه بيرجع لهيئه بروس بانر ثاني. وبانر بيبقى مش فاهم حاجه، لان هو اخر مره كان بشري عادي قبل ما يتحول كات من سنتين اصلا، فبياخدوا هدوم كات في الطياره وبيتنكروا. وعلى الناحيه الثانيه بيدي جراند ماستر اوامر لفالكري ولوكي ان هم يلاقوا ثور، وبتلاقيهم فالكري ولما بتعرف ان هيلا رجعت ثاني بتقرر انها تساعدهم، وبيكونوا رابطين لوكي عشان ما يعملش اي دوشه ثاني، فاهم انت كلب حقير. وبانر طبعا مش فاهم اي حاجه، هو في ايه يا جدعان. وبعد كده بيتسللوا كلهم لبيت الجراند ماستر وبيسرقوا الطياره بتاعته وبيرجعوا لاسجارد، وبيقابل ثور هيلا، وبتحصل ما بينهم مواجهه بتنتهي بان ثور بيخسر عين من عينه زي عمك اودن كده بقى اعور يا عيني، وبتبدا معركه كبيره بين جيش هيلا وبين سكان اسجارد، وهولك طبعا بيخش في النص معاهم، وبيكون ثور شاف نفسه ضعيف جدا لان هو مش معاه المطرقه بتاعته، ولكنه بيفتكر كلام ابوه ان هو اله الرعد مش اله المطارق. يا اولاد الوسط يعني ايه احنا نقولها سيد الرعد افضل. فبيسترجع قوته بشكل جبار جدا وبيروح يحارب، وفي نفس الوقت اللي جا فيه لوكي بمركبه تانية بالناس اللي كانوا محبوسين في سكار، وبيحاربوا كلهم مع بعض. والله جدع يا لوكي. وهنا بيقرروا ان هم يركبوا سكان اسجارد السفينه، وثور بيأمر لوكي ان هو يخش جوه القصر تاني ويرجع احياء سارتر من جديد اللي كان في اول الفيلم ده، فاكرينه. وبيروح لوكي ولكنه كمان بياخد التسركت معاه، وبيقوم سارتر وبيدمر الاسجارد كلها بهيلا باللي عليها بكله، وثور ولوكي وهالك وكل سكان اسجارد اللي على المركبه بيهربوا، وبيشوفوا اسجارد وهي بتتدمر قدامهم، وبيقرروا ان هم يبداوا يدوروا على مكان جديد يعيشوا فيه، وبيقرر ثور يروح على كوكب الارض. وفي المشهد الاخير من فيلم بنشوف ان اتهجم عليهم سفينه عملاقه واللي تبقى سفينه زانوس. ايه بقى اللي هيحصل ومين زانوس والحاجات دي كلها؟ انا اقول بقى ايه بقى اللي هيحصل ومين ثانوس والحاجات دي كلها؟ كل هذا سوف نعرفه في ملخص فيلم افنجرز انفينيتي وور. وبس كده توتا توتا خسر حدوتا. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، وما تنساش تعمل فولو على انستغرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، ما تنساش تعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو اللي كاتب السكريبت ده. وفرصه بقى لو حد نفسه يمثل مسرح يكون من اسكندريه كمان، ففي فريق مسرحي انا بمثل فيه عايزين ممثلين فوق ال 15 سنه ومش مطلوب اي خبره والشكل مجاني تماما بدون اي حاجه. ولو انت حابب تشارك في الموضوع ده تقدر تتواصل معايا على الانستجرام وانا هظبط معاك. وبس كده، السلام عليكم. ما تنساش ان انا معرض وايت روز بقى والكلام ده. السلام عليكم. في اساطير الكونفو باندا بوم 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 نشأ في حي فقير، عمل في مطعم صغير، بالصدفة في يوم اصبح من المشاهير. بوم تشخ بوم كونفو باندا كونفو باندا بوم 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 دوم بوم 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 بوم. المعلم شيفو قد اكتشف قدراته، علمه اشياء تنمي مهاراته. كونغ فو باندا كونغ فو باندا تدرب وقاتل مع اروع المقاتلين، حارب معهم وحاز لقب التنين. بوم تشخ كونغ فو